الدولة. أستاذ علاء، أعود إلى نموذج البصرة وذي قار ومسلسل الاغتيالات. كانت لربما واحد من مطالب المتظاهرين قبل لا يطلبون محاربة الفساد أو حقق أن أرفع يد الأحزاب السياسية من الهيمنة والقبضة مثل ما قال سيادة القاضي، كان المطلب الأول انطينا قتلة المتظاهرين وسيطرنا على السلاح المنفلت. شو احنا شهدنا اغتيالات بالبصرة واغتيال هشام الهاشمي والناصرية وغيره، ليش رجعنا لهذا المربع اللي احنا كنا نطلب أن نخلص من عنده؟ لا، هي قضية معقدة دكتور حقيقة، مثل ما قال السيد يعني السيد وائل، هذه قضية معقدة، قضية السيطرة على السلاح المنفلت قضية معقدة، وهذه يعني لا يمكن أن يسيطر عليها من خلال فقط يعني الشعار أنه حصر السلاح بيد الدولة. ماذا يعني حصر السلاح بيد الدولة؟ اليوم أنت وزعت يعني حتى في زمن السيد المالكي، خل أرجع لك، يعني السيد المالكي أيضا سنن سيئة في الدولة العراقية، بدأ الانهيار حقيقة في الفترة الثانية للسيد المالكي، عندما سنن استفز الحالة العشائرية اللي موجودة يوميا، كان عندنا مؤتمر عشائري ويوميا هالفنادق ببغداد، عرفت، والصرف والفلوس يدفع لها السيد المالكي، ويجون طيب، وقام يسوي هذا الشيخ عموم وهذا يمطي مسدس، وبعدين سوالنا قضية ثانية السيد المالكي. خلينا نكون احنا واقعيين، لما نجي نتحدث عن الجميع، الجيش الدمج مالك سوانا مجالس الاسناد، اي شوف، وصرف عليها اموال طائله، وين صارت مجالس الاسناد؟ الصحوه والصحوات وين صارت؟ اليوم كل هذه القضايا اللي صارت حقيقه هي اخطاء، وبالتالي هذول مجالس الاسناد والصحوات كلهم خذوا اسلحه، الاسلحه ما رجعوها للدوله، بقت موجوده. يعني اكو عشائر، لربما السيد يعني القاضي يعرف انه اكو عشائر بالبصره تمتلك اسلحه ثقيله، ما يمكن. اذا انت اليوم تدخل في صدام، وهذا يحتاج الى قرار شجاع. شوف، احنا نحتاج الى فقط ان تكون هناك شجاعه في القرارات، ويكون قرار واحد هو اضرب وما اباوع لورا. هذه قضيه مهمه جدا. يعني انت من رحت اليوم، يعني على سبيل المثال، اغلب القرارات اللي صدرت للسيد الكاظمي كانت قرارات رخوه. مثلا هو راح الى يعني اطلاق سراح احد الناشطين كما كان، ودخل على شيخ عشيره وكان شيخ عموم. صح. طيب انت دخلت له، اولا ما ادري استخباراتك قالت لك انه هذا شيخ عموم لو ما قالت لك. بعدين انت رحت مره ثانيه وديت ومبعوث منك يعتذر من عنده. وديت وزير يعتذر من عنده، انت ليش سويت الخطوه ورحت تعتذر؟ ما هو هذا خطا ايضا، وهذا ضعف في اداء اي زعيم واي قائد. طيب هو ليش زج جهاز مكافحه الارهاب بهاي اللعبه؟ نعم، ليش زج جهاز مكافحه الارهاب بهاي اللعبه؟ ما هو هذا، هاي المشكله، مشكله انه القرارات عندما تكون بهذه الطريقه، يعني مثلا حتى في قضيه زج جهاز مكافحة الإرهاب في إلقاء القبض على مجموعة في السيدية، تمام؟ أو الفاسدين، إيه؟ على أساس أنه هذول وين؟ بالدورة؟ نعم، بالدورة. بالدورة. ألقى القبض عليهم وجابهم، وعلى أساس ذول أطلقوا صواريخ أو كذا أو إلى آخره. بعدين أطلق سراحهم وطلعوا داسوا صورة بالأحذية. طيب هذه مو قرارات يا سيدي. انا اما اكون، شوف يعني ارجع شويه لميكافيلي، ميكافيلي يقول له للامير في كتاب الامير، يقول يجب ان تكون حازما وان ان يخافوك لا ان يهابوك. احنا ما لنا علاقه يحترموك، الاحترام ما له قيمه. زين، اذا نخلي معادله سيد علاء، اذا نخلي معادله، من يكبل الحكومه؟ من يكبل رئيس الوزراء؟ تاتي قويه بعدين تنهار وخلال اسابيع، من يكبلها؟ طبعا شو اسمه، يعني المحاصصه والاحزاب، وهذه الاحزاب كلها مستنده الى يعني مجاميع مسلحه وبقوه ومسيطره على الاستثمارات، مسيطره على الاقتصاد، مسيطره على كل شيء، وبالتالي رئيس الوزراء لا يتمكن حقيقه من فعل اي شيء، ما يقدر يسوي اي شيء. انا ضربت لك مثال انه جميل الشمري ذهب الى الناصريه دون علم السيد عادل عبد المهدي. شلون قائد عام للقوات المسلحه هو ما يدري انه اكو ضابط رايح يقمع مجموعه من المتظاهرين؟ طيب حتى التعامل اللي صار، يعني ما حققه السيد الكاظمي حقيقه وتحسب اليه،
هو رفع الخيام، رفع الخيام من ساحات التظاهر. اي مو هاي بيها توافق سياسي، هاي بيها توافق سياسي وحسابات اخرى. لا راح اعدك هاي. انا بالنسبه لي انا اعتقد انه ثقافه التغليس التي يعني اتبعها السيد الكاظمي كانت خير دليل على ان الحكومه لن تصل الى ما مبتغاها ولن تحقق ما يريده الشارع العراقي. جميل.